عيوني حز الشمر راسي وكبدي ملتضية واحسه ما واحد الا انصاب من قبل بفجأة لكن مصابي ما جرى مثله يا شفتوا احد ذبحه وعلى صدره قدام عيني تعفر بسهم الأمنية يوم اللي ذي شفته يلوج وذوب حشاء شلت ورحت للقوم منهم أطلب الماء جاه السهم من حرملة وتعفر احذاي عيد على رقبتي لوا وشبح لي وابني علي الاكبر من الميدان جاني ويصيح يا ابويا العطش غير الوان وتعذرت لو راح عني ولا لفاني لكن نظرت على الثرى جثة رمية يا ريت شفتوني أجيب يم الخدور جسمه مبضع بالسيوف وعينه الدور وانا على العباس من الظهر لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد في الخبر الصحيح عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تعد مسألة البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه واحدة من المسائل التي تشكل ضرورة وبديهية من ضرورات مذهب التشيع، وذلك من الناحية العقدية أولاً ومن الناحية الفقهية ثانيا. حيث من الناحية العقدية يعتبر رجحان البكاء على سيد الشهداء عليه السلام مسألة مرتكزة في عمق عقول وقلوب أهل التشيع ويعتبرونها عقيدة
لا يستعدون إلى التنازل عنها بحال. ومن الناحية الفقهية فإن استحباب البكاء وترتب الثواب على هذا البكاء كونه عبادة أيضا من المسائل الإجماعية لدى فقهاء الإمامية. ذلك أن مسألة البكاء تعتبر المشعر الأوضح في تثبيت وإظهار مودة أهل البيت من خلال بوابة الحسين عليه السلام، ومن ثم تثبيت الولاء والانتماء لرسول الله صلى الله عليه وآله، فمن عقيدة الإمامة إلى النبوة إلى عقيدة التوحيد. هذه هي المسألة، سلسلة مترابطة لا يمكن فصل أحد مكوناتها عن الآخر. وباعتبار هذه الرمزية الفعلية والوجدانية لمسألة البكاء، نلحظ كثرة محاربتها خصوصا في لباسها الشعائري من أعداء الدين، باعتبار أن هذه الشعيرة لا تتناسب مع أغراضهم في استهداف الدين. ومن هنا ليس من الغريب أن تترى الإشكالات على هذه الشعيرة المقدسة من خارج البيت الشيعي، ممن يفهم بعد هذه الشعيرة وممن لا يفهمها. لكن العجب كل العجب أن تحارب هذه الشعيرة بقصد أو بغير قصد من داخل البيت الشيعي عند البعض، مرة يشعر مرة لا يشعر، ولكن مآلها إضعاف هذه الشعيرة بنحو وبآخر. ومن ضمن تلك الإشكالات التي تأثرت من هذه الحملة الشعواء اللي نسمعها دائما في قبال شعيرة البكاء على الحسين عليه السلام، الرأي الذي يقول أصحابه فيه بأن البكاء لا شك في رجحانه من حيث الأصل، ولكننا نناقش في استمرار هذا الرجحان وهذا الاستحباب ليمتد ليشمل مثل زماننا هذا. شلون يعني؟ شنو المشكلة؟ قالوا إننا نفهم من النصوص التي دعت المؤمنين للبكاء أن رجحان البكاء على الحسين عليه السلام مقتصر على زمن النص الذي صدرت فيه الروايات الحاثة على البكاء، وليست فيه قابلية تخطي الأزمان ليخاطب كل المؤمنين بهذه العبادة، هي عبادة في زمانها. زين، ليش؟ شنو الدليل؟ قالوا نفهم من لسان هذه الروايات وما يترتب على هذا البكاء من ثواب أنه ينبغي أن يترتب على البكاء مثل هذا الثواب العظيم عندما يكون بقيمة تتناسب مع مقدار هذا الثواب، ونحن نلحظ أن نفس الدمعة في حد ذاتها لا تستدعي كل هذا الثواب، ماكو تناسب. من هنا بمقتضى التأمل نرى أن الدمعة لها كل هذا الثواب عندما تتلبس بعنوان يستحق أن يترتب عليه مثل هذا الثواب العظيم، مو الدمعة في نفسها بل ما تمثله هذه الدمعة من عنوان. زين، شنو هذا العنوان اللي يستحق هذا الثواب؟ قالوا هو عنوان الجهاد، بمعنى أن البكاء في زمن الأئمة عليهم السلام كان يمثل جهادا
يقارع به المؤمنون بحسبهم المنهج الأموي الذي أراد أن يدفن الإسلام والتوحيد الصحيح في امتداده الطبيعي في أهل البيت سلام الله عليهم، باعتبار أن ذلك الزمن كان زمن خوف، فوسيلة البكاء كانت وسيلة جهادية يصر أصحابها على إحياء قضية الإسلام من خلال غطاء الحسين سلام الله عليه. فإذا كانت المسألة بهذا النحو فإننا لا نفهم لها امتدادا، بل نجد أن هذه الأوامر من المعصومين ابكوا على الحسين مقيدة من أول الأمر بصدق عنوان الجهاد، وهو لا يصدق إلا في ذلك الزمان، لأن هذا الزمان الناس تبكي على الحسين بأمن بأمان، بل يكرم الباكي، فلا استحباب فلا ثواب مترتب على هذا البكاء. هذا رأي موجود، وإن كان رأيا شاذا لم يعتني به الفقهاء والعلماء، ولكنك قد تجد له رواجا بصيغ مختلفة متعددة، يعني فيها شيء من الالتواء. منها مثلا عندما يقال بنفس الإعابة على البكائين أنه ترى الحسين ما يبغي بكائين، تسمعون هالكلمة لو لا؟ الحسين ما يبغي بكائين، الحسين يبغي ناس تحيي أهدافه، الحسين يبغي ناس تلتزم بأخلاقه. أما هذا البكاء تسطيح، هذا البكاء مجرد استغراق في طقوس، ويمثلون إليك أنه هذا البكاء كأنه سالب حقوق الناس، وكأن هذا البكاء بعيد عن أخلاق الحسين، بل يصورون أن نفس البكاء على الحسين سلام الله عليه أمر مختلف تماما عن قيم سيد الشهداء سلام الله عليه. من هنا نأتي للوقوف على هذه الشبهة من خلال إجابة تعتمد على عدة أمور. الأمر الأول أننا بالرجوع إلى الروايات الحاثة على البكاء فإننا نلحظ أنها روايات بتصريح عدد من العلماء المحققين روايات متواترة، يعني كثيرة إلى حد التواتر، وحد التواتر يفيد القطع بصدورها ولو في الجملة من أهل البيت سلام الله عليهم، يعني هي من الكثرة بمكان بحيث يصعب إحصاؤها. وهذا التواتر أو هذه الروايات الواردة بالتواتر، إذا غضينا النظر عن التواتر فإننا سنجد أنها واردة بكثرة كاثرة بطرق متعددة وبمضامين مختلفة وفي أزمنة متعددة أيضا، وقد تلقاها علماء الإمامية بإطباق هذا الفهم أنها روايات تدعو للبكاء بالإطلاق لا بتقييدها بزمن النص إذا صدق عليها جهاد أو لم يصدق. بالتالي المسألة ليست بهذه السهولة بحيث الواحد يتكلم فيها باستعجال أمام هذا الكم الهائل الذي تذكر فيه الروايات الدعوة للبكاء على الإطلاق، يعني بإطلاق من دون أن تنص على أن هذا البكاء له قيد من هذه الجهة المذكورة في الإشكال. حينئذ ينبغي إبراز قيد واضح وبحجم يتناسب مع هذه الإطلاقات المتراكمة في كلماتهم سلام الله عليهم. هذا واحد. اثنين، نلحظ أن المقيد المذكور في كلمات أصحاب الإشكال مفقود بمراجعة رواياتهم سلام الله عليهم، يعني ما عندنا رواية تصرح بأنه أبكوا ما دام هذا البكاء يحقق خصوص هذا الغرض،
فإذا سلخ البكاء عن هذا العنوان فهو يعود بلا قيمة. ما عندنا روايات تعلق رجحان البكاء على مثل ما ذكر. نعم قد يفهم من بعض السياقات أن هناك علة من ضمن علل تشريع استحباب البكاء أنه يحافظ على التدين والانتماء ويشكل جهادا ومقارعة وما شاكل، ولكن ليس ثم الدليل لو صحت مثل هذه العلة يبين أن هذه العلة علة تامة لتشريع البكاء، بحيث لو انتفى استحباب البكاء من رأس. لا، أكو علل أخرى، أكو أسباب متعددة لتشريع البكاء. فإن صح التعبير نقول هذه العلة لو ثبتت فإنها علة ناقصة، لو انتفت فإن هناك عللا أخرى صالحة لتشريع واستمرار تشريع استحباب البكاء. هذا اثنين. ثلاثة، هناك جملة من الروايات التي تكلمت عن البكاء يعبر عنها العلماء آبية عن التخصيص. يعني شنو آبية على التخصيص؟ يعني لا يمكن أن تقيد، إذا قيدت لازم فاسد، غير ممكن. مثال، قل مثلا الرواية الصحيحة عن الإمام الرضا عليه السلام اللي يتكلم فيها طويلة، رواية طويلة تتكلم عن البكاء على الحسين سلام الله عليه، وكان يتكلم فيها حول رجحان البكاء والدعوة إلى البكاء على الحسين، ثم يقول مرتبا الأثر على ذلك وعليك بولايتنا، يعني يربط بين البكاء وبين الولاية، أن البكاء طريق للتمسك بهذه الولاية، والولاية كما تعلم ولاية أهل البيت يمكن تخصصها بحال دون حال. يعني يمكن يأمرك الشارع المقدس يقول لك ولاية أهل البيت راجحة ما دامت تعبر عن عنوان الجهاد، لكن إذا انسلخت من هذا العنوان وصرت آمنا بولاية أهل البيت يمكنك أن تترك هذه الولاية إلى ولاية غيرهم. يصير هذا؟ ما يصير. الولاية لا تخصص، لأنه لا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا بالولاية، والإمام قرن بين البكاء والولاية بنفس السياق، فإذا الولاية لا تخصص البكاء أيضا لا يخصص، بأنه ينطبق عليه عنوان الجهاد ما ينطبق عليه عنوان الجهاد، من هذه الجهة أصلا لا يلحظ. زين. أربعة، بالرجوع إلى بعض الروايات أيضا نلحظ أن البكاء قد ندب إليه في حالة معاكسة لحالة الخوف. يعني صاحب الإشكال يقول البكاء راجح متى؟ إذا كنت في حالة خوف وكان البكاء التزاما بخط الحسين سلام الله عليه وإعلانا للجهاد في وجه منهج بني أمية. بينما بعض الروايات نلحظ من خلالها بأن البكاء إنما شكل بديلا عن هذه الحالة، يا مسمع أنت من أهل العراق أفتزور الحسين؟ قال لا. ليش؟ قال أنا واحد مشهور معروف، أخاف من هؤلاء النواصب، يقتلوني يمثلون بي. فأعطاه الحسين بديلا، أو فأعطاه الإمام الصادق عليه السلام بديلا. قال زين، أنت الشخوص البروز للزيارة خوف، لو أخذ به لكان إعلانا لشنو؟ للجهاد والمقارعة والتحدي والتمسك رغم الخوف. الإمام لم يلزمه بذلك في هذه الرواية. قال أفتذكر ما صنع به؟ قال نعم. قال أفتجزع؟ تبكي؟ قال إي والله، إني لأستعبر حتى أترك الطعام والشراب ويعرف أهلي في وجهي ذلك، إلى آخر الرواية. إذن الإمام سلام الله عليه هنا حثه على البكاء
أداة بديلة للمقارعة. قل أنت بينك وبين نفسك في البيت، بينك وبين أهلك، وأنت في المكان الذي تأمن به، يمكن لك أن تبكي تستعيض عن تلك الحالة من البروز والشخوص. أيضا مما يذكر في هذا الأمر بأننا عندما نلاحظ الروايات نجد أنها تذكر قيمة ذاتية للبكاء، خصوصا تلك التي تربط بينه وبين ثوابه التكويني. الثواب مو مسألة اعتبار، الثواب مسألة تكوينية، عمل تتجسد به الصور التكوينية في يوم القيامة بما يتناسب مع جوهر العمل الذي أتي به في هذا العالم. وهذا يثبت قيمة ذاتية للبكاء لا تتناسب مع التقييد والتخصيص في حال دون حال، خصوصا مع كثرة تلك الروايات. أيضا عندما نرجع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام فإننا نجد أنهم بكوا على سيد الشهداء في أزمنة متفاوتة. يعني يمكن تقول بأنه جزء من حياة الإمام الصادق عليه السلام دعا إلى البكاء لكونه جهادا، لكن إذا اجي مثلا إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله، وين الخوف بعد في البكاء على الحسين؟ ما في خوف. في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، في زمن الرضا عليه السلام، بل حتى في زمن الصادق عليه السلام في برهة من معيشته المباركة لم تكن هناك تقية وخوف ليكون البكاء جهادا. وقاعدة التأسي هنا جارية، أننا نتأسى بهم حيث إنهم في سائر الظروف والأحوال في حال الخوف وفي حال الأمن بكوا ودعوا إلى البكاء على الحسين سلام الله عليه. فمن وين جاء هذا التقييد؟ إذا أكو رواية تكلمت عن ظرف الخوف، هذه الرواية لا تنفي ما عداها من الروايات اللي تكلمت عن البكاء مطلقا حتى في ظرف الأمن. ولذلك إذا ترجع إلى بعض الروايات تشوف أنها أصلا تتكلم عن البعد الفردي في البكاء من دون ملاحظة الظرف السياسي ومن دون ملاحظة الخوف والأمن. نفس المهموم لظلمنا عبادة، ونفسه لنا أو هم المهموم كذا في مضمون الرواية عبادة، ونفسه لظلم نفسه لنا تسبيح. ما بكى، مجرد الاهتمام، الاغتمام عندما يتذكر الحسين سلام الله عليه هذا يعتبر تسبيحا، يعتبر عبادة. أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن إلا وبكى، أو استعبر في بعض الروايات، وهذه وردت روايات عدة بمضامين مختلفة من أمير المؤمنين من الحسين سلام الله عليه. قتيل العبرة مقترن بالعبرة، يعني رأسا ما ينتظر المؤمن يقول هذا البكاء عليه ثواب ما عليه ثواب، يعتبر جهاد ما يعتبر جهاد. مجرد يذكر الحسين سلام الله عليه يرى من نفسه أنه شنو يستعبر، يبكي، قلبه يخشع. والروايات جاية في سياق الامتداح هذه الحالة والثناء عليها بما يبين مطلوبيتها. ثم لو قبلنا بما ذكر في الإشكال من ناحية كبروية قاعدية يمكن أن نناقشها من ناحية صغروية من ناحية المصداق، البكاء على الحسين راجح ما دام جهادا. زين سلمنا، بعدين وما يعبر عنه البكاء في هذا الزمان ليس جهادا. قل لي توقف، من هو يقول لك؟ من هو يقول البكاء على الحسين سلام الله عليه
في مثل هذا الزمان يعني يؤتى به، وأن تجيبه بطريق مفروش بالورود وتكون آمنا على نفسك وتكون محبوب لأنك بكاء على الحسين. أكو ناس تتفجر لأنها تجتمع لتبكي على الحسين في مختلف الأمصار، تأخذ لك طلة يعني. أكو ناس تسجن لأنها بكت على الحسين سلام الله عليه. مو بالضرورة يقول لي أنا سجنتك لأنك بكيت على الحسين، يجيب لي أي تلفيق، تهمة ملفقة كذا، لأنه منزعج من هذا البكاء، منزعج من هذه المظاهر. منو قال في هذا الزمان مطلقا البكاء على الحسين سلام الله عليه يؤتى به في أمن وأمان ويغبط صاحبه ويكرم؟ يمكن يكرم من جهة لكن لا يكرم من جهات، فهو يعبر عن حالة إظهار وجهر لمنهج في مقابل منهج. وحقك يعني شنو يبقى عندنا لو ما عندنا المآتم؟ على شنو بنربي أولادنا لو ما عندنا المآتم؟ هذه حالة شعائرية جهادية، فيها تمسك، فيها وعي، فيها بصيرة. ولذلك يمكن بملاحظة هذه الأمور وغيرها أيضا، الوقت داهمني، أن نقول بضرس قاطع لا يمكن أن نفهم من الروايات التي تكلمت عن البكاء على الحسين عليه السلام قصرا على زمانها وعلى مكانها، وأنها روايات تتكلم عما لو كان البكاء كذا وكذا. لا، هي روايات مطلقة يفهم منها الأكثر من ذلك، يفهم منها أن هناك موضوعية لهذه الآلة بالذات في إعلان طريق التمسك بسيد الشهداء عليه السلام. يقول لك خذ بأي شعيرة إذا كانت وفق الضوابط، أهم شيء فيها علامية على أنك تندب الحسين، تجزع على الحسين سلام الله عليه. لكن مو من حقك أن أنت تعبث في الآلات التي أسس إليها أهل البيت بنحو الموضوعية، يعني يقول ليك تمسك بالحسين إلا بطريق البكاء، هذه لا تلمسها، هذا يصير عبث. نظريات جديدة ونظري وتجديد وكذا، هذا عبث. خصوص البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه أمر مندوب إليه بلسان الشارع، بحيث إنه يكون مطلوبا صحيح لغرض التمسك بالحسين وتثبيت الانتماء، لكن هذه الآلة وهذا الغرض لا يكون إلا من خلال هذه الآلة، وقد يكون بغيرها منضما إليها، أما استثناءها ورفعها لا. ومنه يجاب أنه من قال إن البكائين على الحسين سلام الله عليه؟ يقول لك نريد بكاء، ما يريد بكائين، هذه كلمة فيها نسبة إلى من؟ ويقول من اللي يقول هالحكي؟ يقول الحسين ما يبغي بكائين. أنت بذلك تنسب كلمة إلى الحسين سلام الله عليه، ولا بد عليها من دليل، وإلا من أفتى بغير علم. الروايات اللي تحذر من نسبة شيء إلى الشارع المقدس من غير دليل ناهض ومن غير حجة فليتبوأ والعياذ بالله. لما لا نقول الحسين يريد بكائين، ومن خلال بكائهم يريدهم ملتزمين بقيمه ومبادئه؟ ليش أنت تفرض الإثنينية بين الأمرين؟ البكاء يوصل إلى المعرفة، وكلما تعمق الإنسان في معرفة سيد الشهداء أيضا جره ذلك لزيادة البكاء على الحسين. إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة موجودة داخل. ويقول أيضا إن
للحسين معرفة مكتومة في بواطن المؤمنين. هذه المعرفة هي اللي تجر إلى الدمعة، هذه العاطفة المسنودة إلى العاقل اللي تخلي الواحد يعرف شنو حسين، هي اللي تخليه مجرد يسمع بذكر الحسين يخشع قلبه. وإلا أنا أسألك هذا السؤال وأتمنى كل واحد يعطي إجابة بينه وبين نفسه، هذا سؤال الليلة أسألك بالله وأستحلفك بكل عزيز عليك، لو جاء واحد وأثبت إليك ودون ذلك خرط القتاد يقول لك البكاء على الحسين ترى ما عليه ثواب، أنت شنو جوابك؟ أنت شنو جوابك؟ تقول لي بس برفع الإيد ما ببكي على الحسين؟ أنت بينك وبين نفسك، خاطب قلبك أيها العاشق أيها المحب، هل تتعامل مع الحسين معاملة التجارة وجاي الليلة الماتم تقول ببكي على الحسين ما دام يعطيني؟ إذا الحسين ما يعطيني شيء أنا بعد أترك المأتم وأترك الشعائر وما لي شغل بالحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. اللي يتعامل مع الحسين معاملة تجارة هذا مو حسيني أصيل. لذلك أنت تقول له أبو علي حسين أبا عبد الله، أنا لو خيروني ولو قالوا لي تبكي وتحصل أجور وتروح الجنة وتبكي وما تحصل أجر لكن تبقى وياي، تختار الجنة لو تختار البقاء مع الحسين؟ انت بويش تخاطب أبو علي؟ قل لي أبو علي أنا أبكي عليك ما دمت تعطيني ثواب، لو تقول ليه تبكي كعيني؟ يلا خاطبه وياي، تبكي كعيني يا حسين لا لأجل مثوبتين لكنما عيني بأجل أجلك باكي، وما قيمة هذه الدموع يا حسين تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع جارية ومصائب الأيام. شفناها أبو علي، كنا فاقدين أحبة وأعزة وعزيزين على قلوبنا نبكي عليهم مو ما نبكي، لكن أسألك بالله تبكي عليهم قد ما تبكي على الحسين؟ أنت حتى ببكائك عليهم تنادي وتصرخ حسين. ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية، إذا ابتليت بمعضلة وشقيت جيبك اذكر حبيب المصطفى وانساه حبيبك، إذا ذكرت مصيبته الله ثيبك، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين وحزنه
وقفت الدمع مو موقوت وقفة على اللي وقف في كربلاء وقفة يضرب السيف من رقبته وقفة لحد انشال راسه بسمهرية ابو علي لولاك الفرض يا حسين مات وحق قلبك المنة الثليث ماتم ماتم إلك بقلوبنا يا حسين ماتم ننوح عليك كل صبح ومسي تقول الرواية يوم القيامة كل عين باكية إلا عين بكت على الحسين تعرف حال البكاء على الحسين في ذاك اليوم في هول المطلع تقول الرواية الناس واقفة في الحساب والبكاؤون على الحسين تحت ظل عرش الله ويا من قاعدين حداث الحسين يتكلمون ويسولفون ويا أبو علي حتى يفرغ الناس من الحساب يقال لهم هيا إلى الجنة يقولون وين ما نريد الجنة احنا عند الجنة احنا ويا الحسين فيأبون عليهم ذلك لذلك احنا نقول لك ابو علي بقلوب صادقة بهذه الصرخة المرحومة بهذه الدمعة المسجومة يلا خاطب وياي الحسين أبو علي لو خيراني بين نار وبين جنة في الجنة فرحة ونار فيها عليك ونة بختار نار الحزن لمن فيك أفنى وش خانة الجنة اللي ما نبكي فيها الحسين جنتنا يا مولاي هي هذه الدمعة نبكي على اللي بكربلاء مبتور صبعة ونبكي على اللي كسروا بالخيل ضلعه طول العمر ننعاك يا مولاي يا حسين مثل ما سووا أئمتنا يقول إمامنا الرضا في الصحيح من الخبر كل طول عمرنا نبكي عليك أبو علي لكن إذا هل الهلال غير يا حبيبي الهلال له خصوصية لذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول إن المحرم شهر أبغيك تتأمل في هالكلمات لأن الإمام الرضا يقولها كان متهضم يقول إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا وانتهكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارنا ونساؤنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا ولم يرعى لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا ايش سوى فيكم هذا اليوم سيدي قال ان يوم الحسين اقرح جفوننا
وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء. إلى متى عاد سيدي؟ قال إلى يوم الانقضاء. زين وإحنا وياك سيدي؟ قال نعم. فعلى مثل الحسين فليبكي باكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. لقد كان والدي صلوات الله عليه إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة غالبة عليه، يعني يصيح وينادي طول أوقات وحسينا. واذا بإيحاء، يلا احنا وياك سيدي يا باب الحوائج، وياك سيدي يا أيها السلطان الرضا، ويا أهل البيت. هل الهلال فهل ساخن مدمعي، فانظر له وانصت إلى إعواله، ستراه منحنيا فتحسب أنه خيل الحسين حنى على خياله، وينوح من نار الظليمة بينما يضع الإمام على هجير تلاله. لا تحسبوا عدد النصال بجسمه، فبه النصال تكسرت بنصاله. لا تسألوا داس الحسين بصدره، لا تسألوا داس الحسين بصدره، وويله فبصدره شمران رقى بن علي. ألم المناد وحسين عاشور جانا والحزن ع الهلال متقوس من الها، والناس كل شوية تلتم تنصب على الحسين، ما تنصب على الحسين. قالوا ترى جانا المحرم يحرم علينا الفرح يحرم، وحسين من نحره يصب دم وصدره من الحافر تهش. وحسين يلا يلا توصل الى كربلاء الصرخة المرحومة، اسمعها عن لسان الحسين اللي ما خشع قلب الان يسمعها بصوت ابو علي. نوحوا يا شيعة على مصابي، عطشان طالبت بشرابي، من القوم ومثلث جوابي، وتعبني في قلبي صوابي، وهالسهم زيد لي عذابي، ومن صهوة حصاني هوابي، ومن صهوة حصاني هوابي. وأحسن أتقلب بحر الروابي، وتبلل بدمي ترابي، وداس على صدر ابن الضبابي، حزن حري وسلب ثياب. وأحسن اي فيك دمع الليلة ومن حقك، ها ويا هلال عاشور ويا الكاظم ويا الرضا ويا الصادق ويا إمامنا الحجة.
هلل المهدي نادي وجداه وحسينه. وش اللي مطلعك من البيت حق هالدمعه؟ وش اللي يخليك تجر بايد ولدك وجهه الماتم؟ وش اللي يخليك تحرص تلبس السواد وتروح تشر وتتهيأ؟ قول ابو علي سجلني في ديوان الخدام، ترى الخادم مو بس الخطيب ولا الشاعر ولا اللي يعلق سواد، ترى هالدمعة هذه بعد خدمة اليك ابو علي، نقول لك سجلنا في ديوان الخدام يا حسين. يقول كل السعادة في خدمة المظلوم كلها، لو يصرخ الناعي على اللي الصوت شلها، ويصيح زينب من بعد عزها في ذلها، من جاها مهرة وزلزل الدنيا بصهيلة، من يصرخ الناعي الحسين بغبرة مذبوح، جسمه مقطع بالتراب تحت الشمس مطروح، شوفي يا زينب راس اخوش برمح يلوح، صاحت عجل باروح مسبية وذليلة. من يصرخ الناعي بصرخة زينب هناك، يتحرك الكون وتضج اياه لملاك، ويش يصيح ويش ينادي؟ ويلي على حسين الحجر في جبهته صاك، والسهم في قلبه رمى ودمه يسيله، قلبي على اللي بالظما قلبه تفطر، قلبي على اللي ركبته بالسيف تنحار، وقلبي على اللي بالحوافر صدره. اتكسر اتكسر اتكسر. انت تبكي ما تريد ثواب، لكن الظن ابو علي خليك. ابو علي اكرمها من ان يخلينا خصوصا في مواضع الحاجة. اسألك بالله يا مؤمن، اول دهشة تنزل عليك متى؟ إذا انتقلت من هذا العالم بغتة وفجأة إلى عالم آخر، تعوف أهلك، تعوف أولادك، تعوف متعلقاتك كلها، وتصير مدهوش ومتحير. هنا يأتيك الحسين على حساب هالدمعة هذه. قل لي من وين؟ أقول لك الرواية. يوم مسمع أقول للإمام أنا أبكي وأجزع على الحسين، قال ليه؟ رحم الله دمعتك. أما إنك ستشهد حضور آبائي لك عند احتضارك، يعني بيجيك الحسين يجازيك في تلك اللحظة، يوصون ملك الموت بك وما يلقونك من البشارة أفضل، وملك الموت أرأف بك من الأم الشفيقة على ولدها. يلا تأمل وياي، إذا جاني ملك ناوي يسلمني الجسد روحي، انازع واهلي من حولي، وانا احس اني بروحي على فراقي
حزن زايد ولا حد يستمع نوحي ذنوبي حاضر قبالي وانا مدهوش ومتحيو وصايح اسمع ينادي بعجل وجهه الى القبلة وهذا يقول الى الثاني على هونك وجهه وعدله وهذا يقول عينوني على تحريك بحمله ثقل مني النفس وعيوني صارت عيم يا ما تبصر وما بيني ملك قدامي باسط بالحزم ايده وكل من موته اتحتم ابد احزانه ما تفيده وانا خايف من حسابي وذنوبي صايره مجيده اشوف قبالي واحد واقف بلا راسه متصور وانا في عمق تلك الدهشة اشوف واحد جاء يسكن آلامي يهدئ روعتي الله الله يا أبا عبد الله يا حسين وبس ما شوفه فادي يذوب من البكا والحسرة بلا راس انظر قبالي ودم يتجار من لحرة وجنح ضلوعه متكسره وأثر باقي على صدره أنادي بحزن منهم تقلي قلبي متفطر ألا تخبروني من أنت ينادي وبس ما شفتك قلبي تطومني الحزن والهم بلا راس بلا جفين ونحرك فايض من الدم يجاوبني انا اللي تنادي باسم طول المحرم يا حسين يجاوبني انا اللي تنادي باسم طول المحرم انا حسين اللي صدر بخيل لو ميك الا متكسر انا اللي من بعد ذبحه بالحافر كسر وضلع وانا اللي ابن عالداسا على صدر بوقت نزعه وانا اللي باجازيك على حزنك وعلى الدمعة تنوح علي والظن ان عوفنك ولا احضر وطول ايامك تنوح
ومن يطروني تتذكر على رقبتي الشمر سفه يجرح ويقطع المنحار وما تتحمل الناعي يقول لك صدري يتكسر يا ميتان ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا يا الله تقبل منا اشف مرضانا فك أسرانا اقض حوائجنا غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة.